بنت مصرية جميلة طلبت عريس بشنطة هدومه، ومش هتغرمه غير 25 قرش مهر وبس علشان يعيش معاها في فيلتها ويساعدها في شغلها. ساندرا صلاح أو ملكة جمال البحر زي ما بيقولوا عليها، طلبت عريس مصري يكون فيه شرط واحد بس علشان توافق عليه. مين ساندرا صلاح وإيه حكاية العريس اللي طلبته، ويا ترى لقت نصيبها ولا لسه؟ كل دي تفاصيل هنعرفها لو تابعتني في الفيديو ده. عروسة لقطة حرفياً، مش ناقصها حاجة، مال وجمال وشهرة كمان، يعني فيها المواصفات اللي بيحلم بيها أي شاب. لو إيه؟ دي بنت مصرية جدعة، يعني لا خليجية ولا أوروبية، هتغلبك علشان تعرف تتعامل معاها. ساندرا صلاح فنانة مصرية طلعت في فيديو علشان تطلب عريس يكون حنين وسند ليها بس، يعني لا تحتاج قصر ولا فلوس، هما يدوبك ربع جنيه تدفع لها مهر، لانها اصلا مش محتاجه، دي عندها فيلا في كومباوند وشقتين وعربيه وفلوس في البنك ملهاش اول من اخر. وفوق كل ده هي بنت جميله لدرجه ان في ناس لقبوها بملكه جمال البحر. الموضوع فعلا غريب، لان البنت دي مش ناقصها حاجه علشان تطلب عريس، لان اي شاب يتمناها. علشان كده ناس كتير شكت ان الهدف من الفيديو ده ان ساندرا تطلع ترند، مش الهدف انها هتلاقي عريس ولا حاجة. بس هي طلعت في فيديو ردت على الكلام اللي اتقال، وقالت ان عمر ما خطر في بالها انها تبقى ترند، هي فعلا بتدور على عريس، وقالت انه مش عيب انها تطلب حاجة زي كده، خصوصا ان بطلبها ده ما اذتش اي حد ولا عدت حدود الادب والاحترام. طبعا زمانك بتقول دلوقتي ازاي بنت بالمواصفات دي بتدور على عريس. الحقيقة ان ساندرا كانت متجوزة وعندها 4 عيال، لكنها انفصلت عن جوزها، والدافع الاساسي ورا طلبها هو احساسها بالوحده. ورغم ان تقدم لها عرسان كتير كده، الا انها برضو لسه ما لقتش الشخص المناسب اللي يشبهها. ساندرا قالت ان طلبها مش غريب وطبيعي جدا، وناس كتير سبقتها، يعني مش حاجه جديده على مجتمعنا. المشكله اللي بتواجهها دلوقتي ان الفيديو من بعد ما نزل وهي بقت تقابلها انتقادات وهجوم كتير، علشان كده قالت انها مش هتسكت وهتقاضي اي حد غلط فيها. وعموما اللي بيعلق بكلمة مش لطيفة ده بيدل على تربيته. وقالت ان الانتقادات اللي بتشوفها مش بتأثر عليها، بالعكس دي بتديها دافع اقوى، وهتفضل دايما تقول انا عايزة عريس. طبعا فيديو زي ده مش هيمر مرور الكرام على متابعين السوشيال ميديا، لا ده انتشر بسرعة البرق وناس كتير اتقدموا لها. بس في ناس كتير شايفة انها عايزة تطلع ترند بطريقتها، وكل اللي بتقوله ده مش حقيقي. بس بعد الفيديو ما انتشر بفترة، ساندرا اتخطبت واخيرا لقت الشخص المناسب اللي عوضها عن كل اللي فات. لو ايه؟ ده عريس غني، رجل اعمال وشغال في مجال السيارات، وجاب لها شبكة بمليون جنيه كانت عبارة عن 3 علب ذهب، يعني زي ما بيقول كده صبرت ونالت. ودلوقتي قول لنا، ممكن تتجوز بالطريقة دي؟ وشايف اللي عملته ساندرا حقيقة ولا مجرد ترند؟